كلمة امبليكس جانجليا ما كنتش عارف معناها بس ما فيش ما كنتش بذاكر اصلا بس ما فيش الفاشيا فبلاش النوت يا ابني ما كنتش بفتح كتب اصلا احنا اي حاجه في الباراسايتولوجي شيستوزوما انكلستوما اي حاجه فيها اوم الدكتور في الاناتومي قال لي تراكيه الناس بتقول امبليكس وناس بتقول امبليكس فمش عارف مين فيهم بصراحه ذاكرت بايو سنه ثانيه لا ذاكرت بايو بعد ايه لا وتقريبا ما ذاكرتش اولى برضه بايو لا مش فاكر ان انا ذاكرت اصلا انا ما ذاكرتش في سنه ثانيه اساس اكيد لا ورقة تانية باثولوجي؟ مش فاكر والله بس هو كان الكتاب الأحمر؟ من غير الكتاب التاني كله ما عدا نص الأخير لا مش فاكر أي حاجة عن سنة تالتة هو كان سامي الورقة التانية دي كان إيه؟ كتابين تقريبا؟ ولا كتاب؟ الورقة التانية باثولوجي تمام ما دخلتهاش آخر أربعة الاتنين لا الفارما الفارما لا الفارما أحسن مادة يعني الاتنين وحشين الحمد لله كوميونيتي ولا حاجه استمتع تغسل ايدي تقريبا بعد الاكل اهم من الشغل تظبيط الشغل ده اكتر حاجه في الكوميونيتي ملوش اي لازمه في الحياه كان مهم على عدد الشباتر تقريبا 12 كده لا كتير قوي وعملت فيها انجاز تاريخي ان انا ذاكرتها في كام 20 يوم كتاب دكتور هدهود في النظري ودكتور بشير في العملي كتاب دكتور هدهود خالد هدهود كتاب الاستاذ الدكتور خالد هدهود في الاخر ما جبناش حاجه لو انا بنت ودخلت شفوي ده محتاجه يعني اعلى وش هتتغير اعلى بكتير لو انا بنت غالبا في بنت بتنقص اصلا لا عادي سقط بخش الدكاتره ستات يعني عادي اعتقد تبقى اقل لا مش هتفرق ايه؟ طب طبعا نو كومنت نافق يعني هي اكيد سيدة طب مش كلهم وصيدلة كلهم بنات كلها واحد كسفش قول قولها للملا قول في بنات في طب؟ اسألك انا بقى سؤال انت ليه يعني معترف بيك رسميا انك نحس الدفعه والدكاتره كلها بتبقى متضايقه منك النحس ده من قبل الكليه بكتير يعني انا لما دخلت ابتدائي المدرسه بتاعتي اتهدت جات لها قرار ازاله بعد وقعدت قعدت الخمس سنين كلها بروح مسائي دخلت اعدادي المدرسه بتاعتنا كنا بنروح فيها مسائي اصلا ابتدائي راح يجي لها قرار ازاله بعد ما دخلنا بنص ترم فروحنا الثانويه في الثانويه انا ما كنتش بحضر اصلا يوم ما فكرت احضر جالها قرار ازاله بس اتوقف عشان نكمل الثانويه بعد ما خرجنا مدرسه رميت وجددت وبقت احسن من الاول بكتير دخلنا الكليه مش عايز اقول اللي حصل من السنه الاولى اللي عندي سنه سته بس الحمد لله مفيش مشوار رحته وخلص من المره الاولى خالص اعوذ بالله اخيرا وداعا مبدا الامتحانات حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل مش عارف اشوفك تاني نفسي في قنبله تبقى موجوده فيك يلا ربنا يسامحك بقى هنعمل ايه؟ ده كنت مهندس بترول ده كنت فنان ظابط صوت بلاش فوتوغرافر طبيبه تاجر هو؟ هو اجي غالبا برضه سامي رقاص استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا ام المطهر عارف ايه ما حدش قال لي هنلبس نظيفه اه عامه ده نفسي والله نفسي حلو هو كذا فل أغنية للكلية لا شفت فيك هنا ولا شفت فيك طرف كل اللي فيك قرف أحبيني بلا عقد أنا مش عارف
جبار. ماما زمانها جايه مثلا في زي الهوا حلوه والاطلال برضو جميله. ملعون ابوك يا كليه ملعون ابوك بس كده. مش فاكر اسمها بصراحه بس هي بتقول انا زي اي بنت.